إذن هذا دليل على أنك تسير على طريق باطل. فالله أمرنا بأن نتبعهم هم الصحابة. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذول الذين إذا اتبعناهم نلنا رضا الله. أما شيخك لا، اتباعنا له قد يهلكنا ويوقعنا فيما يغضب الله. فاتباعنا لعلمائنا هو لأنهم اتبعوا هؤلاء الصحابة بإحسان. أما إذا خالفوا القرآن والسنة على فهم السلف الصالح ما أخذنا منهم وردينا قولهم وحفظنا كرامتهم. لذلك يقول الشيخ عبيد الجابري كلمة من ذهب في شرح الأصول الثلاثة، يقول: كل أقوال وأفعال الناس تقاس على الكتاب والسنة. كل أقوال وأفعال الناس تقاس على ميزان الكتاب والسنة. فمن وافقت أقواله وأفعاله الكتاب والسنة وضعناه على العين والرأس، ومن خالفت أقواله وأفعاله الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فإن كان من أهل السنة فيرد خطأه وتحفظ كرامته، وإن كان من أهل البدعة يرد خطأه ولا كرامة. نعم والله ولا كرامة. إذن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أعطانا هنا السبب، قال: لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليها آباءهم ومشايخهم. فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل البلد، ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن. إذن الشيخ هنا أعطانا أمر جدا جميل، قال: ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن. إذن نفهم من هذا أن من أعظم أسباب الهداية هو التأمل والتدبر بالقرآن. فإذا تأملت وتدبرت القرآن بالصورة الصحيحة فبإذن الله توفق للهداية والخير. كم من إنسان كان على ضلال لما تدبر القرآن اتبع الحق؟ كثير، والله كثير. بل عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف أسلم؟ لما أن قرأ الصحيفة القرآن اللي كانت بيده، قرأ كلام الله بتدبر وتمعن، دخل نور الإسلام في قلبه فأسلم مباشرة، وهو كان ذاهبا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تجد كثير من سير السلف لمن تأملوا القرآن يعني راجعوا للحق. وبعدها يقول الشيخ: ويعرض عليه ما كان عليه الناس. إذن يعرضون أفعال وأقوال الناس على الكتاب والسنة. هنا يقول نفس كلام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، يقول الشيخ بعدها: هل هو صحيح أو غير صحيح؟ إذن أي فعل أو قول لابد أن تعرضه للكتاب والسنة. السؤال: هل تكتفي بالقرآن أم تحتاج إلى سنة؟ لا شك أنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، فأفضل من فسر القرآن وبين القرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن أقسام: قسم لا يعرفه إلا الله الواحد القهار، مثل الحروف المقطعة وهو تحدي للكافرين، واضح؟ وقسم يعرفه العوام وكل الناس، واضح؟ كل الناس يعرفونه، مثل قل هو الله واحد، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، مثل قول الله عز وجل في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقسم يحتاج إلى العرب الأقحاح أن يعرفوه ويبينوه، وبينوه لله الحمد والمنة. وقسم لا يعرف تأويله إلا الراسخون في العلم وهم العلماء الكبار، واضح؟ إلا الراسخون في العلم وهم العلماء، وهذول العلماء بيّنوا هذا العلم في القرآن، واضح؟ عن طريق أثار السلف. والقرآن حتى يفسر يحتاج المفسر آلية تفسير، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. فقال شيخ الإسلام بن تيمية أن المفسر لابد أن يكون عالما في القرآن نفسه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن يكون عالم في السنة، لأن السنة فسرت القرآن
فكثير من الآيات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وأن يكون عالم في الآثار، آثار السلف، ويكون عالم باللغة العربية، يكون عنده علم في اللغة العربية، إن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وغيرها من الأمور. حنا حتى ما نخرج برا الموضوع، الله يحفظكم يا رب، نقرأ نكمل القراءة. طيب، بعدها قال الشيخ: بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أنما القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة فقط، وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. واضح؟ قل قل من الناس، يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، وهو التدبر والعمل بما فيه، إنما يقرؤونه للتبرك أو التلذذ بصوت القارئ والترنم به والاهتزاز، أو لقراءته على المريض للعلاج فقط. يعني بعض الناس، وهذا خطأ، وهذا أنا أقولها أمام 80 شخص معي في البث، لا تكون من هؤلاء الذين يحطون القرآن في السيارة فقط علشان يمزج على الصوت، ولا يتدبر بما فيه، ولا يتدبر معانيه، ولا يعمل بما فيه. هذا خطر. ما جعل القرآن للطرب. بعضهم جعل القرآن للطرب، يسمع القراءات. والله كنت راكب مع شخص السيارة فشقل، قال بسمعك شيء، فشقل قارئ يقرأ بطريقة معينة، أو يسمونها بدرجة معينة، ما أدري إيش يسمونها. المهم، فلما انتهى القارئ قال الله الله، وضرب في الكبوت. أنا خفت، قلت إيش فيك أنت، فيك شيء؟ إيش هيك أسوي كذي؟ كان يقول سمعت نفس واحد يا شيخ يقول لي. قلت له يا شيخ اتق الله، المقامات. نعم المقامات، أحسنت. فسألته قلت له ممكن تشرح لي أو تبين لي هذه الآية التي قرأها؟ ترى الآية عظيمة، المقصد مو الاستمتاع والله الله وضرب في الكبوت. ترى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قرئ القرآن أمامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع للقرآن. ما فعل اللي يفعلونه كثير من الناس اليوم. بعضهم جعل القرآن فقط في العزوات أو في الاحتفالات، يجيبون قاري يعطونه المال ويجلس هذا القاري ويقرأ، والله ولا حد درى عنه ولا يدري شنو قاعد يقول. وبعضهم جعله للاحتفالات والاستمتاع، أعوذ بالله، أدخلهم الشيطان في البدعة، أدخلهم في الضلال، وهم يسمعون كلام الله. وبعضهم يقرأ أهل التبرك، وبعضهم للتلذذ بصوت القارئ، وبعضهم للترنم والرقص والاهتزاز، وبعضهم قرأه فقط لعلاج المريض. ما يعرف القرآن إلا والله أنا مصاب بالعين، والله هذا مصاب. من يعرف يقرأ عليه قرآن؟ يا أخي أنا بقرأ قرآن، حتى يقرأ الفاتحة يمكن 7 مرات يطبق السنة ولا يتدبر معاني هذه الفاتحة. لذلك هذه مسألة خطيرة. بعدها قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: أما أن يقرأ القرآن به والتدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس. لا نقول أنه معدوم، لا، لكنه في أقل القليل. هذا مو كلامي، هذا كلام الشيخ صالح بن فوزان. ولذلك تجد القرآن في واد وأعمال بعض الناس في واد آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا. بعضهم وصل فيه الحال أنه يفسر أو يقرأ القرآن وقبر من قبور الأولياء يطاف عليه ويعبد من دون الله عنده، ولا يتأمل الآيات التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. لذلك هذا كلام خطير. قال: وأعمال بعض الناس في واد آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا، ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال. أي والله، لو جاء واحد وقال يا أخي هذا ترى شرك، هذه بدعة، وهذا ضلال، مباشرة تهجموا عليه. أنت وهابي؟ أنت متشدد؟ أنت مجسم؟ أنت تكفيري؟ أنت يبدون يتهمونه بالاتهامات. ليش؟ لأنه يدعو للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. واضح؟
واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديد وأنه كما قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بعدها قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان كما حصل لهذا الشيخ نفسه الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله لما حاول رحمه الله أن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة، ثاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه، بل وكفروه واتهموه باتهامات. لكن في الحقيقة هذا لا يضر، وهذا ليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك. لما أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل، فكيف بالدعاة والعلماء؟ نعم، لذلك يا عبد الله إذا دعوت إلى الله فوطن نفسك على الصبر ووطن نفسك على الأذى، فخير الناس على الإطلاق الأنبياء والرسل وأحب الناس إلى الله أوذوا من أجل التوحيد وعذبوا وقتلوا وطردوا، صح ولا لا؟ لذلك كثيرا أذكر أني سمعت أحد يعني العلماء ينقل عن أحد السلف أنه يقول لو لم أؤذى في دعوتي لشككت في دعوتي، فقلت أنا دعوتي فيها شيء. بعضهم يدعو إلى التوحيد من أول أذية يترك الدعوة خلاص، بس أنا ما أتحمل. يا شيخ اتق الله، اصبر واحتسب، واضح؟ قال الشيخ فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى كما يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بعدها يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه. أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم، بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم، ولهم قدوة بالأنبياء وما قيل في حقهم وما اتهموا به. والله تعالى جل وعلا يثيبهم على هذا. فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب. يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المد وأحكام الإدغام والغنة والإقلاب والإظهار والإخفاء، ويعتنون بهذه عناية فائقة، وهذا شيء طيب. ولكن الأهم والمقصود ليس هذا، المقصود تدبر المعاني والتفقه في كتاب الله عز وجل وعرض الأعمال، أعمالنا وأعمال الناس على هذا الكتاب، هل هي موافقة لكتاب الله أم مخالفة؟ هذا يذكرنا لأثر لأحد السلف يقول كانوا يعني الصحابة يعلموننا الإيمان قبل القرآن، لأن معرفتك للتوحيد أمر مهم. بعض الناس يعرف القرآن ولكنه ما يعرف الإيمان، تجد حافظ بالقراءات ولكن ما يعرف التوحيد، ما يعرف السنة، ما يعرف يعني الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والكتب والقدر خيره وشره واليوم الآخر. هل نفعته قراءته؟ هل نفع حفظه؟ هل نفع إتقانه؟ لذلك قد يأتي إنسان ما يتقن القرآن أبدا ولكن يعمل به، ويأتي إنسان يحفظ القرآن بالقراءات العشر ولكنه يدعو غير الله ويقول يا محمد مدد، أعوذ بالله، شرك أكبر، محبط للملة، محبط للعمل. كل هذه القراءات اللي حفظها ذهبت هباء منثورة بكلمة، يعني بجملة تتكون من ثلاث كلمات، النداء يا محمد مدد. كل أعماله القرآن والسنة يعني كل ما فعل يذهب هباء منثورة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟
الشاهد في الأمر الله يحفظك يا رب، إذا أردت أن تحفظ القرآن عليك بتقوى الله، عليك بالتوحيد والسنة. ممكن تسألني تقول شكو التوحيد والتقوى في حفظ القرآن؟ أقول لك لأن الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. فأنت بحفظك للقرآن تريد ماذا؟ تريد العلم صح؟ ولا تريد أن تحفظ ليقال حافظ؟ والله جلسنا مع أناس يحفظون القرآن من الدفة إلى الدفة، ما يعلم أحد أنه حافظ للقرآن إلا واحد أو اثنين اللي كانوا معه عند الشيخ اللي راجع له. والله ما حد يعرف، ما حد يعرف. تريد أن تحفظ القرآن لتقوم به نفسك وغيرك، لتعمل لتعلم ما فيه من معاني وتقيمه بأعمالك وأقوالك وأفعالك، ولا تريد أن تحفظ ليقال أنك حافظ؟ لذلك أعظم وسيلة لتعلم الدين، للفقه للدين، هو تقوى الله عز وجل. فكلما كان الإنسان صاحب تقوى كلما وفق للعلم النافع والعمل الصالح. واضح؟ لما تجي عندنا البث تدور شلون طريقة تحفظ فيها القرآن، طرق تلقاها قدامك. على العموم، قال بعدها الشيخ هذا هو المطلوب، يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، هذا هو المطلوب، أن نصحح أوضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس، لا بمقصد التشهير وقصد النيل من الناس، بل قصد الإصلاح والنصيحة، قصد الإصلاح والنصيحة. وهذه خاتمة، ختم فيها المقدمة الشيخ هنا جميلة جدا. واضح؟ وانتهى الشيخ من مقدمة هذا الكتاب. أبي أذكر شيء بس بسيط الله يحفظكم يا رب قبل لا نسكر. قال: ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، فوق ما يظن الظنون، فوق ما تظن. الله بين التوحيد والسنة، لا تشك ولا واحد في المية أن شأن التوحيد وشأن الشرك ما بين في القرآن بيانا شافيا كافيا، لا تشك ولا واحد في المية، فالله بينه فوق ما يظن الظنون. فهؤلاء الذين هلكوا، هلكوا عن بينة، الذين قرأوا القرآن ووقعوا في الشرك، قرأوا القرآن ووقعوا في الشرك، هذول هلكوا، هلكوا عن بينة واضح. فالله عز وجل بين تعالى التوحيد والشرك في القرآن بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظن. فالقرآن كله توحيد، فالقرآن كله توحيد. أبي أقرأ عليكم شيء هنا، يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في شرح الأصول الستة، يقول: لا نزال، هذا يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، أي الأسلوب الذي يفهمه العوام، فوق ما يظن الظنون. يقول الشيخ: ثم بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: هذه الأصول الستة غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعد أن وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وأهملت هذه الأصول العظيمة ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. انتهى كلام الشيخ محمد أمان الجامي. فالشاهد في الأمر الله يحفظكم يا رب، يأتيك إنسان عالم للذرة في الصين، يسوي الذرة، يدرس النووي، واضح، ويدرس الذرة وعالم، وفي آخر المطاف بعد هذا كله ما نفع علمه، ركب القطار وطلع من الشنطة صنم صغير، تسعيرة الصنم هذا في مؤخرته، ووضعه وبدأ يركع ويسجد له. أسألكم بالله، هل نفعه عقله؟ لا والله ما نفعه عقله. هل نفعه علمه بالذرة؟ لا والله ما عرفه. لذلك لا تظن أن الدكتور تنفع حرف الدال قبل اسمه، وأن المهندس ينفع حرف الميم قبل اسمه،
وبعضهم إذا شاف حرف الدال قبل اسمه شاف نفسه على الناس ورفع رأسه، وبعضهم والله قد لا يحسن قراءة الفاتحة. فالغاية ليس أن تكون أفضل الناس أمام الناس، الغاية أن تكون من أفضل الناس عند الله الواحد القهار. فرب أشعث أغبر مدفوع من الأبواب، يطردونه الناس ما يبونه من شكله وهيئته، لو أقسم على الله لأبره. فالعبرة كل العبرة أن تكون عند الله ذو شأن رفيع، تكون عند الله من الموحدين. فقال الشيخ هنا: ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم، فلا تعتمد على ذكائك وعقلاء بني آدم، فلا تعتمد على عقلك إلا أقل القليل، فأهل الحق قليل في كل عصر وزمان ومكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة، واضح؟ فالعبرة بإصابة الحق، بإصابة الكتاب والسنة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من قراءة شرح المقدمة، وغدا إن شاء الله في الساعة السادسة ندخل في الأصل الأول من الأصول الستة، ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أعتذر إذا قصرت في يعني الشرح، وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم على طاعته يا رب العالمين، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبعد عنا وإياكم الشرك الكبير والصغير، وأن يوفقنا وإياكم للخير كله يا رب العالمين.